بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا آه حنواصل في قضيه البيزك للهيماتولوجي وحنتكلم اليوم في المحاضره الثالثه للهيمج... للهيموغلوبين كونسنتريشن حنتكلم على الهيموغلوبين كونسنتريشن في هذه المحاضره حنتكلم على الاتي ديفينيشن للهيموغلوبين استراكشر للهيموغلوبين TYPES اوف هيموغلوبين الفانكشن اوف هيموغلوبين والنورمال رينج والميجرمنت اول امر اللي هو الديفينيشن ما هو الهيموغلوبين الهيموغلوبين هو عباره عن مولكيول هذا المولكيول موجود داخل الار بي سيز وظيفه هذا المولكيول اللي هو الهيموغلوبين داخل الار بي سيز انه يحمل الاكسجين من الرئتين الى الانسجه وياخذ ثاني اكسيد الكربون من الانسجه الى الرئتين ويطرده فهذه وظيفه اللي هو او تعريف الهيموغلوبين هو اذا عباره عن مولكيول موجود في الار بي سيز وظيفته حمل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون طيب بيتركب من ايش الاستراكشر حقه؟ الاستراكشر حقه ببساطه اسمه هو هيموجلوبين، فهو يتكون من هيم وجلوبين. طيب الهيم بيتكون من ايش؟ بيتكون من ايرن اللي هو الحديد ويتكون من بروتوبورفرين. الجلوبين يتكون من 2 الفا تشين و 2 بيتا تشين من سلسلتين 2 الفا و 2 بيتا. طيب تعالوا كمان نفصل في الـ في في الاستراكشر. الان ايش اللي يحصل؟ في الميتوكوندريا يتم الاتي. بعدة خطوات تتكون البروتوبورفرين البروتوبورفرين ذا لونها أحمر وهي تعطي اللون الهيموغلوبين الأحمر هذه النقطة الأولى في الميتوكوندريا كمان يجي ترانسفرين حاملا الفرس يحمل الفرس ويوصله إلى الميتوكوندريا وبالتالي هنا نقول الفرس وليس الفرك الفرس هو اللي عليه شحنتين موجبة ده نسميه فرس إذا الآن إيش اللي حيحصل؟ إن الفرس ده حيدخل داخل البروتوبورفرين فلو ما يدخل الفرس داخل البروتوبورفيرين نسمي ذا نسميه هيم هذا كله بيحدث فين في الميتوكوندريا بعدها الان حيروح عمليه الـ يتكون الاستراكشر للهيموجلوبين فاي استراكشر هيموجلوبين 1 1 استراكشر اوف هيموجلوبين عباره عن 2 الفا و2 بيتا بالاضافه الى ان في اربع ذرات حديد اللي هي اللي نسميها الـ 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 الهيم اللي هو عباره عن بروتوبورفيرين وعباره عن الايرن اذا نعيد اي مولوكيول هيموغلوبين عباره عن 2 الفا و2 بيتا وداخلهم عمليه اربع ذرات اللي هو الهيم طيب النقطه المهمه جدا احنا اتفقنا ان الالفا والبيتا دول جلوبين واتفقنا ان الهيم ده هو عباره عن بروتوبورفرين وعباره عن الايرن اتفقنا كمان الاتي ان الثاني اكسيد او بالاصح ثاني اكسيد الكربون هو اللي بيحمل على الجلوبين ثاني اكسيد الكربون، بينما الاكسجين هو اللي يحمل على الفرس. فبالتالي هنا نقطة مهمة جدا وهي حكمة الله عز وجل. تخيلوا الار بي سيز الواحدة، كرية الار بي سيز الواحدة فيها ما يقارب 250 مليون ملكيول من الهيموجلوبين. ما معنى الكلام هذا؟ معناها انه الار بي سيز الواحدة عندها القدرة انها تحمل ألف ملكيول من الاكسجين. فذي حكمة الله عز وجل هذا زي ما أنتم شايفين الآن الفرس بيتحد بالأكسجين طيب في نقطة مهمة جدا النقطة دي أن الأكسجين هو يتحد بالفرس هذا الاتحاد نسميه أكسجينيشن وليس أوكسديشن أعيد الآن الأكسجين يتحد بالفرس هذا الاتحاد اتحاد الأكسجين بالفرس نسميه أكسجينيشن وليس اوكسيديشن الاوكسديشن حاجة مختلفة تماما. اوكسديشن ما معناها؟ معناها ان الفرس يحصل له اوكسديشن ويتحول الى فرك الذي لا يحمل الهيموجلوبين. اذا هذه عملية اتحاد الاكسجين بالفرس نسميها اوكسجينيشن. في نقطة مهمة جدا هنا ان الكربون مونوكسيد الكربون مونوكسيد عباره عن غاز، الغاز هذا ما يحملش الاكسجين، لكن هذا الغاز عنده القدره انه يرتبط بالفرس 200 ضعف الاكسجين، فعنده هاي انفنتي انه يرتبط بقضيه بالفرس، ولذلك في دائما في فصل الشتاء في في في, في البلدان الناميه يجوا يجيبوا الحطب ويجيبوا الفحم ويقفلوا الغرف ويتدفوا يتصاعد اللي هو اول اكسيد الكربون لما يتصاعد اول اكسيد الكربون يبدا يستنشقه الانسان فلما يبدا يستنشقه يبدا هذا يلتصق بقضيه بالفرس وبالتالي يزيح الاكسجين فبالتالي ما عاد فيش اكسجين فيبدا اول شيء يحصل عمليه يدخل في كوما لان ما عاد فيش الاكسجين ما عاد يوصلش الدماغ بعدها تحدث الوفاه النقطة المهمة هنا كمان تخيلوا في الغرب لو ما يحكموا على واحد إعدام يروح يعرضوه للكربون مونوكسايد عشان يبدأ يدخل في غيبوبة وبعدين, وبعدين يموت طيب الآن ما هي التايبز للهيموجلوبين التايبز في الحقيقة احنا بنقسمها according to chain تشين الالفا كونستانت ما فيها اي مشكله كل الخلاف وكل المشاكل هي في قضيه البيتا او كل الانواع بتنتج ناتجه لقضيه البيتا طيب أول نوع اللي هو الهيموجلوبين اف اللي هو الفيتاس. الهيموجلوبين اف ده هو عبارة عن 2 الفا و 2 جاما. ف 2 الفا و 2 جاما أساسا. طيب هذا الهيموجلوبين اف له هاي افينيتي إنه يرتبط بالأكسجين وذي حكمة الله عز وجل لأنه الجنين وهو في بطن أمه من فين ياخذ الأكسجين؟ من البلاسينتا. فتخيلوا ما يصدق الأكسجين يوصل له فيرتبط به ارتباط قوي جدا هاي افينيتي. هذا ال سموها جاما طبعا هي بيتا اساسا احنا زي ما قلنا الهيموجلوبين يتكون من الفا وبيتا بس هنا في الفيتا يتسوى من جاما لانه هو عباره البيتا عباره عن 146 امينو اسيد في ال 37 في ال 37 امينو اسيد الاخيره يحصل فيها تشينج فما عاد اصبحتش بيتا اصبحت جاما. طيب هذا الاول. النقطه الثانيه انه بعد أربع شهور يبدأ والج... خلاص بعد ما يولد الجنين بعد أربع شهور يتغير الهيموغلوبين ويتحول إلى هيموغلوبين A اللي هو ال ألفا بيتا طيب الآن الهيمو... النوع الثاني من الهيموغلوبين نسميه الهيموغلوبين A ومن إيه هي اختصار أدلت هذا عبارة عن 2 ألفا 2 بيتا وذا هو الميجر لأنه يمثل من 96% إلى 98% ال النوع الثالث من الهيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين A2 هو كمان في الادلت ده عباره عن 2 الفا و2 دلتا ال 2 الفا و2 دلتا ايش اللي حصل في البيتا؟ اللي حصل في البيتا كالاتي انه ال 10 امينو اسيد من ال 146 تغيروا فسميت هنا دلتا طبعا نسبته ضئيله من من 1.5 الى 3.5 الى 3.2% النوع الرابع اللي هو اللي يسموه الهيموغلوبين اس الهيموغلوبين اس هو حقيقه عباره عن تو الفا تو بيتا بس ايش اللي حصل في مشكله او ابنورماليتيز في البيتا تشين ايش اللي حصل فيها حصل فيها انه فقط امينو اسيد تغير اللي هو الجلوتاميك فتغير حصل ميوتيشن في النيكلوتايد فتغير الى فالين سبحان من خلق امينو اسيد واحد تغير فاصبحت الخليه بدل ما كان شكلها بايكونكيف تخ... اصبح شكلها منجلي فبالتالي لو ما يصبح شكلها منجلي لو ما تدخل داخل الكبلاريز تتكسر مش كذا وبس لو ما تتجمع المنجل جنب منجل كل الخلايا المنجليه تتجمع مع بعض تكون ثرومبس وهذا اللي حنناقشه ان شاء الله لو ما نتكلم على السيكل سيل انيميا طيب الان بس التيبل ده للتذكير ان معنا هيموجلوبين اي والهيموجلوبين اي 2 والهيموجلوبين اف طبعا الاستراكشر والنسبه الهيموغلوبين اي 2 الفا 2 بيتا ومن 96 ل 98% الهيموجلوبين A2 ذا 2 الفا 2 دلتا ونسبته من واحد ونص الى 3.2 والهيموجلوبين F ذا 2 الفا و2 جاما وهو من نص الى 0.8 الهيموجلوبين اللي مضى اللي تكلمنا عليه هو الهيموجلوبين الطبيعي للشخص الادلت الطبيعي الان في ابنورمال هيموجلوبين وعددهم كثير في كوانتيتيف وفي كواليتيتف الكوانتيتيف مثال لها زي الالفا الالفا يحصل في ديليشن في الجين فبالتالي تقل الالفا وبالتالي لو ما تقل الالفا ينتج ديزيز اسمه الفا ثلاسيميا البيتا يحصل فيها ميوتيشن وكمان تقل البيتا وبالتالي كمان ينتج بيتا ثلاسيميا ولذلك نجي نقول انه حصل امبالانس ان ذا نمبر اوف جلوبين تشينز هذا بالنسبه للكوانتيتيف الكواليتيف في عدد كثير منهم في الهيموجلوبين اس وفي هيموجلوبين سي وفي هيموجلوبين او وفي هيموجلوبين دي وفي هيموجلوبين جي دول كلهم كواليتيف المشترك اللي هو كوانتيتيف وكواليتيف زي الهيموجلوبين اي وزي الهيموجلوبين لبور دول كلهم كوانتيتيف وكواليتيف حنشرح هذا بالتفصيل لما نتكلم على الهيموجلوبين وبكتر. الان تعالوا نشوف الفانكشن اوف هيموجلوبين الفانكشن اوف هيموجلوبين اول فانكشن واهم فانكشن هي ترانسبورت الاكسجين الى التشو يروح من الرئتين يشيل الاكسجين يوديه الى التشو وده اهم نقطه النقطة الثانية المهمة أيضاً أنه يروح ياخذ ثاني أكسيد الكربون بعد ما يحط الأكسجين ياخذ ثاني أكسيد الكربون ويوديه لللنج وبالتالي يطرد. كمان له وظيفة مهمة جداً حنناقشها إن شاء الله فيما بعد اللي هي قضية كيف يعمل منتيل للأسيد بيز بالانس. ذي وظيفة كمان مهمة للهيموجلوبين. النورمال رينج، النورمال رينج بالنسبة للهيموجلوبين في نقطة مهمة، إحنا اتفقنا أنه الآر بي سيز تمثل في الدم بشكل عام 45%، اتفقنا على هذا الشيء. طيب الهيموغلوبين قاعدة مهمة نسينا نتفق عليها لأنه حيبنا عليها أشياء مهمة في المحاضرات القادمة، إنه ثلث الأر بي فقط لا يتجاوز الثلث الأر بي فأي خلية حمراء ثلثها هيموغلوبين طيب، على العلماء قالوا إيش؟ قالوا 45% اللي هي 45 على 3 تساوي 15، فمتوسط الهيموجلوبين اللي بالنسبة لنا هو حقيقة 15 جرام بير ديسيلتر. طيب احنا بالنسبه للنورمال رينج بالنسبه للفيميل من 11.5 الى 16.5 جرام بير ديسيلتر البريجرنت وومن تنقص واحد الميل من 13 الى 18 جرام بير ديسيلتر طبعا اذا طلع نورمال يعني طلع الشخص في في النورمال رينج ذا نقول شخص نورمال اذا طلع انكريز نقول بوليسايثيميا poly اذا طلع ديكريز نقول اللي هي الانيميا لكن في نقطه مهمه هنا احنا النورمال رينج حقنا شويه اليفيتد بالنسبه للار بي سيز والهيموجلوبين عن الدول الاخرى ليش؟ لانه صنعاء هي ترتفع عن سطح البحر 2300 متر فما معناها؟ معناها ان احنا في هايبوكسيا لما يكون في هايبوكسيا نقص اكسجين ده حيخلي الاريثروبايوتين يحصل له فبالتالي يعمل ستيموليشن للبون مارو ويزود الار بي سيز ويزود الهيموجلوبين فكل الناس اللي في المناطق المرتفعه حيكون الار بي سيز حقهم مرتفع والهيموجلوبين مرتفع النقطة الثانية أنه سبحان من خلق في النيو بورن أول ما يولد المولود تخيلوا الهيموجلوبين حقه من 20 إلى 24 جرام بير ديسيلتر وهذا اللي سبب بسيط لانه لو في الانترا يوتراين في هايبوكسيا فلو ما يكون في هايبوكسيا بيطلع الارثروبايوتين فالارثروبايوتين حيرفع حيعمل ستيموليشن للبون مارو فحيرفع حيرفع الار بي والهيموجلوبين فبالتالي بيكون مرتفع بهذا الشكل ولذلك هذا سبحان الله خلال اسبوع واحد حينزل الهيموجلوبين الى 15 ليش؟ لان الاكسجين خلاص اصبح موجود فحينزل الى 15 طيب كيف نقيس الهيموجلوبين آه آه كيف يعملوا ميجرمنت؟ ببساطة اتفقنا عليها ان احنا نعمله نقيسه بالسبكتروفيتوميترز ونطلع النتيجة لو ما نقيسه بالجهاز السبكتروفيتوميتر. طيب في نقطة مهمة جدا هنا انه ساعات ممكن يحصل انكريز فولس انكريز في الهيموجلوبين. من اللي يخلي هيموغلوبين زيادة كاذبة؟ لو كان في ليكوسايتوزس شخص عنده ليكوسايتوزس عالية يعني ألف فوق ال ألف وكمان في اللبت زيادة زي الترايجلسرايد هذه ايش اللي بتأدي ايش بتعمل بتزود التربيدتي لو ما تزيد التربيدتي بتزود تقريبا 20% فلو كان الشخص ده الهيموجلوبين طلع حقه 15 هو في الحقيقة 12.4 لو ما نعيده طبعا خاصة في لما يكون في اللايبيميك نروح نمسك عملية اللايبيميا آه 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 نشفطها او نسحبها بالبيبت ونحط بدلها النورمال سلاين ونعيد قراءتها من جديد فتخيلوا هذه الاشياء لانها حتزود التربيديتي فتزود 20% من قراءه الهيموجلوبين ده مثال فقط انه في حاجات ممكن تزود الهيموجلوبين كنت معكم فيما مضى في قضيه الهيموجلوبين ان شاء الله تكون الامور واضحه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته